تفرض الظروف المحيطة ضغوطا تفوق قدرات الفرد على احتمالها، فيدركها باعتبارها معيقة لحياته، مما يجعله تحت حالة من الضغط النفسي. ومن هذا الضغط النفسي هو استجابة تلقائية للمقاومة أو الهروب في الجسم، ترافقها عدد من المتغيرات، لكن مع زيادة هذه الضغوط وتعدد مصادرها في ظل الحرب والنزوح والتهجير، يفقد كثيرون السيطرة في التحكم على تصرفاتهم، فلا يسوغونها بالشكل المناسب. أولى خطوات المواجهة هو التعرف على أسباب الضغط وأيضا محاولة حلها واستعادة جودة الحياة وإيقاعها، وللحديث حول إدارة الصعوبات والأزمات بشكل فعال وللحصول على أداء ممتاز وجودة حياة أفضل، يسرنا أن نستضيف معنا المرشدة النفسية غدير الحداد. يسعد مساك وحياك الله في ديوان بلقيس. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا. بداية أستاذ غدير، يعني كيف ممكن أنه يؤثر التعرض للأزمات والصعوبات على الصحة النفسية وما أكثرها في زمننا هذه للأسف بالنسبة للفرد، وما هي العلامات اللي تدل فعلا أنه هذا الشخص عنده فعلا مشاكل نفسية وضغوطات؟ بالطبع الحياة لا تخلو من الأزمات والصعوبات والتحديات، وهذا جزء لا يتجزأ من الحياة. فعندما يتعرض الإنسان للضغوطات، الإنسان وبذلك ربنا سبحانه وتعالى خص الإنسان والحيوان بقدرة للنجاة، وهي هذه القدرة بتفاعل بالإنسان جهاز اسمه الهروب أو المواجهة، اللي هو بنسميه الفايت أور فلايت ريسبونس. فهذا الجهاز مثلا لو عنا في مثال مثلا أسد يطارد غزالة مثلا، حيتفاعل عند الغزالة اللي هو الجهاز الهروب أو المواجهة، لكي تقدر إنه هي تتعايش مع هذا الظرف. نعم. بالضبط، فسبحان الله ربنا خصها بهذه الصفة، وكما وبهذا خص البشر كمان. فإذا نجيت الغزالة فحينتهي طبعا هذا الجهاز، إذا ما اتاكلت من الأسد في البداية يعني. أما بالنسبة للإنسان فلما يواجه أزمات سواء صحية أو مالية، فهو كمان بتفاعل عنده هذا الجهاز. كيف نهرب من الأسد في الحياة؟ أيوة. فللأسف عند الإنسان أوقات ما عنده المهارات الكافية اللي هو يقدر من خلالها إنه هو يتعامل مع الظروف بشكل فعال، بحيث إنه يتوقف هذا الجهاز. فعند الإنسان ممكن إنه هذا الجهاز يستمر غير العشر دقائق اللي عند الغزالة، فممكن يستمر لوقت أطول، ممكن يستمر لأسابيع مثلا لأيام. وكل ما يتكرر هذا الموقف حيفعل نفس الجرس عند هذا الإنسان، يرجع يعيده لهذه المشاعر لأنه هو بالأساس ما تعامل معها بشكل صحيح. طب إيش العلامات اللي تدل على أنا أعاني يعني فعلا من شيء نفسي؟ فهو هذا الجهاز هو ممكن إنه هو يهيئ الأسباب أو إنه يهيئ المسرح لاضطرابات نفسية. فهو إحنا ممكن نشوف بعض العلامات، ولكن أبرزها هي إنه لما الإنسان ما يقدر إنه هو يتعامل مع مهامه اليومية بشكل طبيعي أو بالشكل المعتاد اللي هو اعتاد عليه، فهو حتأثر على تعامله مع البشر، حتأثر على جودة الحياة بشكل عام. وبالتأكيد قراراته الشخصية يعني وعدد كثير منها، وحتى علاقاته مع الناس بتتأثر نتيجة هذه الضغوط. لكن خلينا نتعرف على بعض الاستراتيجيات اللي ممكن نعملها بحيث أنها تساعدنا على التعامل مع هذه الضغوط المحيطة، بالأخص إحنا نحس إنه الأجيال القادمة حتتعرض لضغوط أكثر للأسف من الأجيال السابقة، بالأخص مع دخول التكنولوجيا والمقارنات وغيرها من المشاكل. اعطينا أبرز الاستراتيجيات اللي تساعدنا. أكيد بالطبع. فهو للأسف الناس اللي عايشة في حالات الحرب، لما أنه هو شيء متكرر، فممكن أنه يصعب عليهم أنه هم يخرجوا من جهاز اللي هو الهروب أو المواجهة. ولكن بعد انتهاء الحرب يجب على الإنسان أنه هو يفرغ ويحرر هذه المشاعر اللي هو واجهها. يوجد نظريتين بعلم النفس توضح على انه هل تاتي الفكره
قبل الشعور أم أنه يأتي الشعور قبل الفكرة، ولكن في نهاية اليوم فهو مثل الدوار، سواء كانت الفكرة أو الشعور. فهو إحنا نتعامل على الجهتين، نتعامل على تحرير هذه المشاعر. يجب على الإنسان أنه هو يشوف يومه، يراجع يومه. مثلا في شيء جدا فعال هو كتابة ما حدث باليوم لحتى أنا أسترجع ما هو الحدث الذي فعل عندي هذا الشعور، سواء هو شعور غضب، سواء هو شعور توتر. أكتب الأفكار ومن ثم أقرأها بعد هذا، ممكن في اليوم اللي بعده، كأني أنا بقرأ مشكلة إنسان تاني. فبهذا الحين حيكون عندي القدرة. يعني أنت تشوفي أنه الكتابة هي أفضل طريقة للتعامل مع هذه المشاعر علشان يتخلص منها الشخص، زي ما قلت يتحرر منها، نوع من التفريغ تعتبر. هي طبعا تعتبر نتيجة فعالة، تعتبر واحدة من الأساليب. وإضافة إلى ذلك يوجد أساليب عدة، وإضافة إلى ذلك ذكر التأمل شيء جدا مهم. فالتأمل يعيد السكينة والطمأنينة والتجذر إلى الإنسان، بحيث أنه هو ممكن الإنسان تحس أنه التأمل شيء بسيط، ولكن هو يعيد الأكسجين إلى الجسم والعقل لحتى يفكر بطريقة منطقية يحتاج إلى أنه يكون في حالة استقرار وطمأنينة وسكينة. فحنرجع إحنا الأفكار المنطقية بدل ما إحنا نكون في شعور الخوف، وبالتالي حيزيد من الأفكار الوسواسية. فطبعاً إنه إحنا نتجذر من خلال التنفس، والتنفس طبيعي جزء من التأمل وإله عدة أساليب. هو مدرسة التأمل بحد ذاته، ولكن أبسطه هو التنفس، الاتصال مع الذات، وممكن إنه يتم من خلال بالعد شهيق 4 مرات ومن ثم زفير. حتى الإنسان لو حاولها ولو على الأقل 5 دقائق في اليوم فحيجد فرق. احنا بحاجته في عصر السرعة هذا، الذي نبدأ يومنا ويجي الليل نقول ايش انجزنا وايش سوينا. فعلا رتم الحياة سريع. طيب بالنسبة للشخص، الإنسان كائن اجتماعي، بالنسبة للمحيط الذي حوله، الدائرة اللي حوله، الأصدقاء، الأهل، كيف يلعب المحيط بالشخص اللي عنده مشاكل وأزمات نفسية دور فعال في هذا الأمر، دعمهم يعني؟ بالطبع زي ما ذكرتي أنه الإنسان بطبيعة حاله ربنا خلقه على أنه هو كائن اجتماعي. فلما يكون في طبعا حوالين هذا الشخص أصدقاء داعمين، أهل داعمين، هو بالتالي يعطي للإنسان أكثر أنه شعور بأنه هو محاط بناس، أنه هو مدعوم. فبالتالي بيقلل من شعور الوحدة، وطبعا شعور الوحدة يقلل من شعور الخوف، من شعور التوتر. يعطي للإنسان كمان دافع بحيث أنه هو يعني يوصل لأهدافه ويعطيه قيمة ومعنى أكثر بحياته. طبعا بحيث ربنا أنعم عليه بأصدقاء وبأهل إنه هم يساعدوا ويدعموا. في دراسة يعني بتتكلم على أسلوب الحياة، وكيف إنه أسلوب الحياة اليوم للأسف تسبب بمجموعة من الأمراض، حتى إنه بيتكلم الدراسة على الأمراض العضوية، وبالتأكيد هناك تأثيرات على بعض الأمراض يعني النفسية اللي بتأثر على حياتنا اليوم بسبب اختلاف إيقاع الحياة اللي كان يعيشه أجدادنا. فكيف يؤثر الروتين اليومي، العادات اليومية، التغذية، النوم، بعض السلوكيات على التعامل مع هذه الضغوط، وكيف بتأثر على زيادتها كمان؟ طبعا يعني انت اخبريني مثلا عن يومك، عن روتينك، عن سلوكك. ممكن انه انا اقول لك مثلا كيف حتكوني خلال 5 سنوات. هو الانسان بالنهايه هو عباره عن عاداته اليوميه. فهو طبعا اذا الانسان مارس عادات يوميه معينه، هذا كمان ممكن انه يفعل له شعور بالاستقرار وبالضمان الى نحو ما. وهذه كمان جزء من انه الانسان من العناصر المهمة
لجودة حياة جيدة هو أنه الإنسان يكون عنده شعور بالاستقرار، وهذا طبعا يفعل من خلال العادات اليومية الصحية، بحيث أنه الإنسان يكون عنده مرجع أنه من خلاله يحس بشعور الاطمئنان والسكينة. فهو طبعا جدا جدا فعال أنه الإنسان يكون عنده روتين يومي معين. قرأت مرة إحصائية تقول أنه 49% من سكان العالم مروا بأزمات نفسية في فترة ومرحلة ما يعني من حياتهم. لذلك إحنا في ديوان بلقيس دائما نركز على الجانب النفسي، لأن الصحة النفسية مش رفاهية أبدا، وخاصة في ظل ما نتعرض له من أزمات. المرشدة النفسية غدير الحداد، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتها، ويعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة. شكرا لك.